السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن بعض الأشكال أو السمات أو السمزات اللي بتنزل للواتساب جولد أو الواتساب الذهبي الجديد بطريقة سهلة جدا وبطريقة آمنة وبدون دخول على جوجل بلاي. الطريقة موجودة جوه الواتساب نفسه للي ما يعرفهاش. هندخل على طول في الجزء العملي، هنفتح الواتس دي كده الصفحة الرئيسية بتاعتنا بتاع الواتس بقائمة الشات اللي موجودة فيها أو قائمة المحادثات اللي موجودة فيها. دي الواتس الكامل قدامنا وزي ما حضراتكم شايفين كده. هندخل في الخيارات على طول جولد مودز، هنا بيدخلني على انستجرام، بقول له لاحقا، بنزل تحت بلاقي في جزئيه عندي هنا اسمها داونلود سيمز، بضغط على داونلود سيمز بيفتح لي السيمزات المتاحه للبرنامج نفسه اللي موجوده عندنا. نقدر نحمل اي سيمز منهم او نقدر نحفظهم على الهاتف عندنا او على البرنامج نفسه بطريقه سهله جدا كده. احنا عملنا انستول او عملنا داونلود، بيبدا يغير على طول ويدخل لنا على على السيمز اللي احنا اخترناه او الداونلود اللي احنا اخترناه مباشره على طول تلقائي من نفسه بدون ما نعمل اي حاجه. احنا بنسيب التليفون خالص كده، هو رجع زي ما كان. ده كده الشكل الجديد اللي هينزل، ده الشكل الجديد طبعا على الوايت اكتف. في طبعا شكل تاني بيبقى فوق، الخيارات اصلا موجوده في الواتس فوق اللي هي علامه الهلال اللي موجوده فوق او علامه المون اللي موجوده فوق دي، بنختار منها الوضع النهاري او الوضع الليلي. ده الوضع الليلي اللي موجود عندنا، ده طبعا شكل سيمز تاني مختلف انا برضو نزلته. هنا كده بندخل لاحقا، هنا كده جولد سيم، بنختار جولد سيمز، اول اختيار خالص داونلود جولد سيمز، بيفتح لي الصفحه بختار اي سيمز انا عايزه. طبعا السيمزات ليها عدد لا نهائي موجوده جوه التطبيق نفسه بدون ما نحتاج للشراء، لان طبعا الدخول على جوجل كروم او الدخول بفيزا كارد عشان نشتري بيحتاج مننا طبعا فيزا وبيحتاج مبلغ نقدي او فلوس، واما جوجل بلاي مش متاح ليها ان هي تنزل سيمزات بالشكل ده. هنا نختار شكل تاني، عملنا له انستول وهننتظر التحميل. هو بدون اي حاجه احنا بنضغط على انستول، ومجرد الضغط على انستول بيبدا يعمل سيت اب ويحول لنا الصفحه الرئيسيه كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. في اشكال طبعا مختلفه بالوان مختلفه، تقدر تتحكم في البرنامج نفسه في طريقه الكتابه، في حجم الخط، في اللغه اللي موجوده، في الفونت اللي موجود، في النوتيفيكيشن، كل حاجه متاحه قدام حضرتك. طبعا ننصح الجميع بالاستخدام. نشكركم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.